ضلع ضاني بالرز والمكسرات، بودرة خردل مستردة او مستردة، ملح وفلفل، 7 بهارات، سكر، بصل وتوم، جزر، كرفس، كرات، زعتر، لحم مفرومة، رز بسماتي، قرفة، جوزة الطيب، بسلة وجزر تاني ومرق، ومشكل على مكسرات مش طيب. ما هو مش مهم ده، حبة الزعتر دول كده الاول اهم. بعد كده انا عايز اجيب السليكشن توجذر زي ما بيقولوا، ادي بهارات وادي كمان بهارات، سكر براون، جوزة الطيب، شوية قرفة، 7 حبوب، المستردة، حلو كده، ودي ملح، ودي فلفل، وادي زيت زيتون، وادي شوية ليمون، نروح عاملين كده. مساج اهو، حطينا لها المساج ده، نيجي هنا تقطيعة كبيرة، الجزر ده بوكي جرنيه عشان يعيش معاها لانها تاخد لها ساعة في الفرن اهو، كرفس وكرات. المهم بقى في حبة الرز اللي هنعملهم، سيبك من كل ده، المهم حبة الرز اللي هنعملهم. ده النست بتاعها. قوم بقى يا سيدي كده اه، هنشوف بس المقاس الاول، الفرن بتاعنا اللي هشيل فين ده كده اهو، من المحتمل في الطريق نغطيها بورق ألمونيوم. تعالوا بقى نعمل حبة الرز، حل على النار اهي، عندي بصل وعندي توم وعندي زبدة اهي، خليها كده، مش عايز اخليها تلمس الطاسة. ادي اللحمة المفرومة، ده زبيب، ده الرز بتاعي على النار اهو عايز يسخن، ملح وفلفل، فلفل اهو،
عندنا بسلة وجزر. اخد حقي في مية الرز اهي براحتي اهو كده. بقى نحط الرز المية بتاعتنا اهي. الله شفت بقى الجمال والحلاوة يا باشا اهو. شايف الموزة كشفت اهي. نقلب على الوجه الاخر اه. يا جمالك يا حبيبي يا سيدنا محمد. اديها شوية مية. ايوة. نفسي. هوبا. اهي. بص على الرز بتاعي يا باشا. يا حبيبي. شايف يا جمال. شايف يا جماله. شايف الجمال. يا نهار زي الدم. ها. هوبا. صلى على النبي.